المنتخب السعودي عنده لاعبين سيخلقون له الفارق، سلمان الفرج ووجود سالم الدوسري سواء في الشق الهجومي الموجود بالنسبة لجهة سالم دوسري أو سلمان الفرج في وسط الملعب لعمل اتزان والعمل اللي يكون. شكرا لك خالد. ما الشوط الأول كم جديد؟ لا شباب اسمحوا لي. أتوقع تقدم السعودية. الشوط الأول عبد العزيز. أروح مع البحرين 1-0 خالد الفضلي. أروح مع التعادل الإيجابي 1-1 جمال مبارك 2-0 سعودية. خالد الفضلي 1-1 قلت. عادل 2-0 السعودية. السعودية 2-0 فوزي. بحرين 1-0 عادل. عبد السلام 1-0 للسعودية. بشار. السعودية أقوى، السعودية كل مبارياتها ما عدا الشوط الثاني مع قطر كانوا أفضل فأتوقع السعودية. عموما مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات ونشاهد سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا متابعي قنوات الكأس في كل مكان أهلا بكم وسهلا. نهائي خليجي 24 هي لحظات حاسمة وتاريخية ورابع مرة قطر تستضيف كأس الخليج ودارت الأيام وعادت من جديد البطولة الكبيرة العريقة إلى أحضان الدوحة. كانت البداية في عام 76 هناك على استاد خليفة المونديالي ثم جاءت في عام 92 ثم في 2004 ليأتي عام 2019 وقطر بطلة لأمم آسيا تستضيف كأس الخليج خليجي 24 لحضرة كل أبناء الخليج 8 منتخبات شاركت في البطولة. وصلنا إلى المباراة النهائية حضرة سمو الأمير تميم بن حمد وتشريف سموه للقاء النهائي والختامي ما بين السعودية والبحرين. حضور جماهيري لجماهير البحرين وجماهير السعودية هنا في استاد عبد الله بن خليفة وترقب لبطولة رابعة للسعودية وبطولة أولى لمنتخب البحرين الذي كان صاحبا للفكرة مع السعودية منذ عام 1900 هي الأعلى 11 مليون دولار لبطولة كأس الخليج بعدما حصل كل مشارك في البطولة على مليون دولار. الأخضر اليوم باللون الأبيض إلى اليمين بينما الأحمر البحريني باللون الأحمر وكما هي عادة مدرب منتخب البحرين يشارك بفريق بالكامل عملية تغيير اللاعبين وتدويرهم لإراحتهم تصل إلى مرحلة 11 لاعب دفعة واحدة. السعودية تلعب لقاء اليوم بحارس المرمى فواز القرني خط الظهر سلطان الغنام زياد الصحفي خبراني وياسر الشهراني خط الوسط عبد الإله الملكي عبد الله عطيف وسلمان الفرج سالم الدوسري وفراس العيب لعيب تحضير البريكان تصويمه يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي لا 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 البداية قوية بداية روعة. سالم الدوسري بطل آسيا بطل أبطال آسيا اللي هيكون موجود معانا إن شاء الله هنا في قطر في كأس العالم للأندية ليكون الهلال السعودي بعد غياب طويل بطل لأبطال آسيا لثالث مرة في تاريخ نادي القرن وسيلعب أمام الترجي التونسي أولى مبارياته وإن شاء الله اللي يفوز هيلعب مع فلامينجو البرازيلي. سيد رضا سلطان الغنام يتحصل على أول إنذار في المباراة اللي تم إسناد قيادتها تحكيميا إلى الحكم السويسري ليونيل تشيدي مع مساعد أول سويسري كوبلي وبلجيكي هو روكير والرابع هو بوكانت البلجيكي. حتى حكام الفار واحد فرنسي واحد برتغالي ولكنه لم يتمكن من حصد اللقب. يبدو أنها قد تكون الرابعة للسعودي ومؤكد إن لم تكن فستكون الأولى للبحريني. بس إياك وأن تعتقد أن من يتقدم هو من سيفوز فالمباراة لازال بها وقت طويل وكلا الفريقين قادر على العودة والتسجيل.
سلمان الفرج واحد من حريفة كرة القدم وأكثرهم عقلانية في نص الملعب، واحد من القاعدة اللي دايما سواء الهلال أو المنتخب السعودي بيبني عليها انطلاقاته من نص الملعب. نعم هو المخ، ولما يحتاج بيقدر يكون برضه هو العضلات. نشوف سلمان الفرج لاعب خط الوسط السعودي، وضربة جزاء لصالح المنتخب السعودي. قبلوا بعض في مرحلة المجموعات، فازت السعودية على البحرين 2-0 في نفس البطولة. عبد الله الحمدان والمدافع الخبراني، الآن لاعب الوسط سلمان الفرج وضربة الجزاء، والفرنسي رينارد ثالث فرنسي في المباراة النهائية. نعم بعد برونو ميتسو وبعد كلود لوروا سلمان الفرج في المدرجات. في المدرجات يا سلمان مرت بردا وسلاما على الدفاع وحارس المرمى وشباك المنتخب البحريني ليطيح بها سلمان الفرج في المدرجات. على غير العادة اصطدمت اصطدمت بأعلى القائم والتقاء العرضة، اصطدمت في رحمة الله عليه واحد من هدافين كأس الخليج. بينما صافرت نهاية أحداث شوط أول، صافرة سويسرية تعلن نهاية أحداث شوط الأول بالتعادل بدون أهداف بين السعودية والبحرين. أذكر أن ضربة جزاء ضاعت من أقدام سلمان الفرج، ارتطمت بالقائم والعرضة وخرجت خارج الملعب. ضغط قوي من السعودية، حاول دفاع البحرين تفوق، البحرين حاول، حارس مرمى السعودية تفوق. شوط أول 0-0، شوط ثاني معلق اللقاء أحمد الطيب، ألتقي وإياكم من استاد عبد الله بن خليفة وأحداث الشوط الثاني. خالد جاسم زميلنا العزيز وضيوفك الكرام، إليكم الميكروفون. أدو طويلة أمامية، مهدي الحميدان لكن ياسر الشهراني سكند بول على طول، موجود كميل الأسود، تبديل واحد في المباراة حتى الآن. أدي المساحة تاني مهدي الحميدان مؤلف اللي لا 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 عملوها 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 رافعين شعار، إنما للصبر حدود، إنما للصبر حدود. البحريني يسجل ويبحث عن فرصة الفوز باللقب. نعم عملها عملها وكلمته قالها مهدي الحميدان، رجح بالتفوق بكرة أرضية إلى محمد الرميحي. الله 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 الله، نزلت الأمطار والثلج داب، راح السحاب والثلج داب والكل احتار. ايه اللي خلى الليل ده نهار؟ ايه اللي خلى الثلج ده نار؟ البحريني يحقق انتصار. الله 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 الله، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على الكوتش، يا ولد على الكوتش. الكوتش 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 سوزا المدرب البرتغالي غير راس الحربة، جابوا جناح شمال، غير الجناح الشمال وداه راس حربة، نزل راس حربة جديد من برا. أخيره إنقاذ إنقاذ إنقاذ. وماذا بعد يا كرة القدم؟ جننتينا حيرتينا. ضربات الراس فين حبيبي يا نور العين؟ تاني على طول يتصدى، يعدي ويمر. سالم الدوسري، سالم الدوسري رجل المواقف الصعبة. لا 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 إثارة إلا وكلها متعة. نجم البطولة الأول هو المدرب سوزا، سيد محمد جعفر مدرب يشرك 11 مباراة، كل مباراة سواء كسب أو خسر يغير. نفس الفريق ده هو اللي فاز على الكويت 4، ونفس الفريق ده بالكامل لم يشارك في مباراة الدور نصف النهائي أمام العراق. غريبة جدا، ولكنها كرة القدم بفكر برتغالي، بفكر برتغالي. نعم نعم بفكر برتغالي. برتغالي فينجادا كان فاز للسعودية بكأس آسيا. أوه مبروك مبروك للبحرين، مبروك للبحرين، مبروك للبحرين حبيبي يا نور العين. كأس الخليج أخيرا للبحرين، سمو الأمير، وفرحة فرحة فرحة لجماهير البحرين، فرحة كبيرة.